يمكن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كرم السباحة المصرية السمكة الذهبية فريدة عثمان بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة أنسات ببطولة العالم اللي استضافتها كوريا الجنوبية خلال فترة من 2 ل 28 يوليو الماضي بحضور الدكتور هشام عثمان واللي طبعا لاعبة فريدة عثمان والكابتن ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة. أكد وزير الشباب والرياضة أن الميدالية التي حققتها بطلة مصر تعد إنجازا تاريخيا لمصر يضاف إلى الإنجاز اللي حققه المنتخب المصري لكرة اليد بعد تحقيق البرونزية العالم في البطولة الأخيرة، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة بتساند جميع الاتحادات الرياضية بتقديم كامل الدعم المادي والمعنوي لها لتحقيق أفضل نتائج في البطولات الدولية والإقليمية. كما ناقش أيضا وزير آخر الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020 واستعدادات البطلة فريدة عثمان.